يواصل اليوم في جل المؤسسات الجامعية بولاية الكاف تعطل الدروس بسبب الأضراب المفتوح لموظفي وأعوان المؤسسات الجامعية هذه، واللي دعت له النقابة العامة على خلفية مجموعة من المطالب المهنية. نطالب بإصدار ونشير وأوامر تخص كل من لباس شغل، منحة الحليب والعطل الجامعية. كما نطالب بتنظيرنا على غرار زملائنا بوزارة التربية وتشريك النقابة العامة في تحديد الخطط من مديري الجامعات ومديري المطاعم الجامعية والترفيع في منحة النقل. ومن المؤسسات الجامعية اللي تعطلت فيها الدروس المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اللغات بالكاف. أنا مطلب حارق أنا ماذا بينا نسرع في تحقيقه، ألا وهو تصويت وضعية أصحاب الشهادة العليا. عندنا آلاف العاملين موظفين في قطاع التعليم العالي معناها يعملوا دون مستوى الشهادة العليا نتاعهم، لذلك نطلب بتنظيرهم على غرار بقية زملائنا في قطاعات أخرى. هذا عنده انعكاس بطبيعة الحال شكون على المسار المهني والمسار الاجتماعي والمسار المالي انتحام. مازلنا بديناش معناتها وقفه ما تشوف انضراب وما عرفش معناتها مازال واحد غير جاي معناتها حتى لا صرف لا حرف. بالنسبه ما فماش اي تو قرايه ما فماش ديما نجو التديونيات موجوده بروفيت ما فماش. من جهته اكد السيد كمال حمدي مدير المعهد تواصل المفاوضات بين النقابه المركزيه ووزاره الاشراف ورفض الحديث لوسائل الاعلام بخصوص التحرك الاحتجاجي اللي تسبب في عرقله العوده الجامعيه، وفي انتظار لفته عاجله من وزاره التعليم العالي يتواصل تعليق الدروس واضراب الموظفين والاداريين في جل المؤسسات الجامعيه بالولايه.